السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين مهنيين، كلكم بخير. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير. فالبنات سمحوا لي تعطلت عليكم شحال هذا، ما نزلت حتى فيديو لانني كنت عيانه شويه، لهذا الشيء علاش ما بقيت نزلت حتى فيديو. والحمد لله دابا فاليوم جيت وما جيتكمش بيدي يا خاوين. كما كتشوفوا اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي فعاله وزوينه بزاف، والمكونات ديالها متوفرة عندنا في البيت ديالنا. فاختكم دائما دائما كتقلب لكم على الوصفات اللي رخيصين وكيكونوا متوفرين في البيت، هكا باش ما كتمليش من الحاجه وكتزعمي وتنوضي تصايبيها. اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي خطيره، نتمنى من الله تنال اعجابكم الوصفه ديال اليوم. وما تنسوش البنات تفاعلوا مع الفيديو وكثروا لينا من لي لايك وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده هكا وكل شيء يجرب هذه الوصفه ان شاء الله الرحمن الرحيم. بغيت هذه الوصفه توصل اكبر عدد من الناس. فكلكم كتعرفوا بان اليوم غادي نحتاجوا زعما في هذه الوصفه غادي نحتاجوا حبه ديال الطماطم. كلكم كتعرفوا القيمه ديال الطماطم، فمطيشه كما كنقولوا ليها، مطيشه كتحتوي على واحد نسبه كبيره من الفيتامينات، لان كتكون فيها واحد الفيتامين سي، الفيتامين او، الفيتامين بي 3، فيتامين بي 9، وعاد زيد على البوتاسيوم والحديد. فهي كتحتوي وهاد المواد كامله يعني كيحتاجها البشره ديالنا، فهي واحد المنظف ومبيض اللي طبيعي وزوين. وكنحتاجو الشوفان، الشوفان مطحون، فهذا هو الشكل ديالو. فانا غادي نخلي لكم الصوره ديالو ما مطحونش لانه ما متوفرش عندي، ما مطحونش، فغنوريكم الصوره ديالو. اللي ما كيعرفش الشوفان فهذا هو الخرطال اللي كنقولوا ليه الخرطال، يعني الشوفان مطحون هكا بحال الغبره. وغادي نحتاجو يعني دانون مسوس، اي دانون عندكم، يعني انا خديت هنا دانون مسوس طبيعي، دانون طبيعي، وتقدروا تعوضوا دانون عفوا بالحليب او بالمورد، ولان المورد سائل ما غاديش يتواتى مع مطيشه، فمن الاحسن تعوضوا اما بشويه ديال الحليب او استعملوا دانون نيت. فهاد الوصفه البنات صراحه غادي تشكروني عليها ان شاء الله الرحمن الرحيم. فبالنسبه كما قلت لكم الخرطان، وبالنسبه للخرطان فهو عنده واحد الفوائد حتى هي كثيره للجسم، وكيعطي واحد الجماليه للبشره، لان فيه واحد الماده بحال شكل ديال الصابون، فهو كينظف البشره مزيان، وفيه بزاف حتى هو الفيتامينات، ويعني فيه بزاف ديال الفيتامينات اللي كتساعد على حتى هو تنظيف البشره، وكيحتوي ايضا على عناصر لازمه للبشره، يعني جميع هذا بالنسبه للبشره الحساسه بغيت نقول لكم. وكيحتوي على مضادات ديال الاكسده، يعني بالنسبه للشوفان فهو عنده حتى هو واحد القيمه اللي زوينه بزاف. فالبنات اليوم جبت لكم كما قلت لكم واحد الوصفه اللي سهله ماهله، واي واحد ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يقدر يجربها. غادي ندوز ناخذ انا هذه الحبه ديال الطماطم، غادي نحكها كما يمكن لكم غير تحيدوا منها الماء وتعصروها، فانا غادي نحكها هكا باش نعطيكم الوصفه مضبوطه ان شاء الله. فغادي ناخذ انا حكاكه هنا هي، وغادي نحك هذيك مطيشه، غنحيد ليها زريعه تقريبا. فغادي ندير طريقه قدامكم، غادي نحك هذه المطيشه هنا في الحكاكه الرقيقه، من بعد غادي نزول لي هذاك الماء اللي كان فيها شويه ديال الماء، فكما كتشوفوا انا غادي نحيد الماء، وغادي ناخذ فقط هذا الخليط. واحد معلقه كبيره ديال الطماطم. البنات صراحه غير جربوا الوصفه،
غير جربوها. دائما البنات الوصفات اللي كنعطيكم غير جربوهم بعينيكم مغمضين، راه ما عندهم حتى تاثير على، كتعرفوا مطيشيه يعني ما عندهاش تاثير على البشره نهائيا، فهي حتى هي يعني واخا تكون بشره حساسه فهي نهائيا ما عندهاش تاثير لا بالنسبه للمطيشه ولا بالنسبه للشوفان او بالنسبه للدانون، فكلهم ما عندهمش واحد التاثير على البشره. فغادي ناخذ واحد المعلقه كبيره تقريبا، فانا ما عنديش معلقه كبيره ما جبتهاش، غادي ناخذ غير جوج معالق صغار، انتم عبروا بالمعلقه كبيره. غادي نخلي لكم الصوره ديال هذا الشوفان في الفيديو. وغادي ناخذ واحد المعلقه كبيره ديال دانون سوس، اي دانون كريمي صافي. وغادي نخلط هاد العناصر هكا مع بعضياتها. كما يمكن لكم البنات تستعملوا هادي كمقشر، يعني تاخذوا واحد الطماطم واحد الحبه نص ديال المطيشه وكتغطسوها في داك الشوفان وكتقشروا بها الوجه ديالكم هكا على شكل شكل دائري، يعني انتم كدوروا في الوجه ديالكم. فهاد الوصفات البنات راهم مجربين وما تخافوش منهم، فما عندهمش تاثير نهائي على البشره. كنخلط الخليط هكا حتى يولي، فسمحوا لي على هذه الاضاءه لانني كنصوره الليل كما كتشوفوا صافي. وكنبقى ناخذ ديك الكميه وكنبقى ندور هكا على وجهي تنطلي الوجه كامل بحال هكا، يعني حتى نطلي الوجه كامل. وغنخليه تقريبا واحد المده ديال واحد ثلث ساعه تقريبا حتى الربع ساعه حتى كينشف الخليط في الوجه ديالنا. وغادي نغسلوه ان شاء الله بالماء بارد، يعني دائما البنات لي ماسك من الاحسن يتغسلوا بالماء بارد، او لا كان عندكم دوك المكعبات ديال الثلج فمنين تغسلوا وجهكم كتحاولوا تماصيو هكا بالمكعبات ديال الثلج هكا باش كي دوك المكعبات ديال الثلج كي يخليوش لينا التجاعيد وما كيخليوش لينا الترهلات في الجسم. صافي غادي ندوز انا هاد الماسك غادي نديرو، غادي نخلي واحد 20 دقيقه حتى نص ساعه حتى ربع ساعه، يعني على حسب فوقاش نشوف لينا داك الخليط في الوجه ديالنا وعاد باش غادي ندوزو نغسلوه. فغادي ندير انا هذاك الخليط لوجهي ونتلاقاو ان شاء الله الرحمن الرحيم. كما كتشوفوا البنات فهذه هي النتيجه ديال الوصفه، وصفه فعاله سحريه خطيره. كنتمنى من الله نكون نالت اعجابكم هذه الوصفه. الصراحه البنات غير جربوا جربوا هذه الوصفه، راها طبيعيه ما فيهاش شي تاثير نهائيا وما عندهاش يعني شي تاثير، ومزيانه حتى للبشره الحساسه. فالناس اللي كتكون عندهم واحد البشره حساسه فوق ما كيديروا شي ماسك كيحمر لهم الوجه، فهاد الوصفه هذه ما غادي يدير لكم حتى شي حاجه، لان المواد كامله اللي فيها طبيعيه وكامله يعني ما عندهاش شي تاثير. فكلكم كتعرفوا بان مطيشه ما عندهاش تاثير نهائيا، مطيشه الطماطم كما كنقولوا باللغه العربيه الطماطم، يعني ما عندهاش شي تاثير نهائيا على البشره لانها طبيعيه وراه فيها غنيه بالفيتامينات هاد المطيشه هذه. فكنتمنى من الله تجربوا هاد الوصفه البنات، ضروري تجربوا هاد الوصفه وتردوا عليا. فدائما في كل فيديو كنقول لكم جربوا ورجعوا خليوا لي تعليق. فهاد الوصفه صراحه غادي تعجبكم بزاف بزاف الا جربتوها، وسهله والمكونات ديال هاد الوصفه كاملين كيكونوا عندنا في البيت ديالنا، فما غاديش نضطروا نخرجوا باش نشريو شي حاجه من على برا. يعني مطيشه دائما كتكون عندنا بالنسبه للخرطال، يعني كيكون متواجد غير في المحلات ديال البيع الحوانت فكتكون دائما تما. وبالنسبه للدانون حتى هو فاكثريه كيكون عندنا. فهاد الوصفه صراحه البنات صراحه صراحه غزاله 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 بزاف وزوينه. الناس اللي كيكون عندهم البقع في الوجه ديالهم، الناس اللي عندهم الشوائب، فهاد الوصفه يمكن لك تستعمليها كمقشر عاوتاني. كتاخذي النص ديال المطيشه كما قلت لكم في الفيديو كتبقاي دوزيها هكا على وجهك وانت كتماصي بهذه الطريقه، فهي كتنظف الوجه مزيان. وكنتمنى دائما نكون خفيفه على قلبكم ويكونوا الفيديوهات ديالي كينالوا اعجابكم واستحسانكم، ونكون دائما كنفيدكم البنات. وما تنسوش تلحقوا لي هذا الفيديو، يعني توصلوا لي هذا الفيديو لاكبر نسبه من البارطاج ومن لي لايك، وكثروا لينا من لي لايك ما تنسوش البنات. وسمحوا لي على هذه الغيبه الطويله اللي كنت غبت عليكم، فنتمنى دائما نكون عند حسن الظن ديالكم. وبالسلامه عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله الرحمن الرحيم. باي باي.